اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. وانا هاي حصص اللحم جزاكم الله خير. كل عائلة لها حصة معينة، لكن العوائل فقيرة محتاجة. تعي بابا، تعي بنيتي، تعي. هذا اللحم كل الفاتحة للسيد الشهيد سيد محمد الصدر، عائلة فقيرة جدا. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أنا هاي الباكة الأولى جزاكم الله خير. ها شوفوا هاي الباكة الأولى راح نسلمها لهذه العائلة، عائلة متعففة جدا، جزاكم الله خير.